مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من برنامج صحافة المساء، نستعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية في الشأن اليمني. نبدأ برنامج صحافة المساء من موقع المهرية نت الذي نشر خبرا عن إلغاء ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قرار الاتحاد العام لكرة القدم الصادر مؤخرا بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أنشطة فرع الاتحاد بمحافظة سقطرى. ووفقا للموقع فقد أقدم رأفت الثقلي رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى على إصدار قرار بتشكيل لجنة اتحاد كرة القدم بالمحافظة مكونة من موالين للمجلس. وفي تصريح لهم قال عدد من أعضاء اتحاد كرة القدم في الجزيرة للموقع إن ما أقدم عليه رأفت الثقلي يعد أمرا غير قانوني وخروجا على قرار اتحاد كرة القدم العام ومخالفة صريحة للوائح التي تنظم عمل الاتحاد. وأشار الأعضاء إلى أنها تعد سابقة هي الأولى من نوعها، مؤكدين أن الانتهاك الصارخ لقوانين ولوائح الاتحاد العام لكرة القدم له تداعيات خطيرة على كرة القدم وسيلقي بظلاله السلبية على الأندية الرياضية في محافظة سقطرى. ركز موقع الحرف 28 على إقرار اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اليمن تعديل بروتوكول إجلاء المواطنين العالقين في الخارج شرط إلغاء فحص بي سي آر لتسهيل عودة العالقين اليمنيين عبر المنافذ الجوية. ووفقا لقرار اللجنة فإنه سيتم الاستعاضة عنها بالفحص الحراري وفقا لما هو معمول به في عدد من الدول التي شرعت في فتح منافذها وحدثت الإجراءات الاحترازية الوقائية والواجب اتباعها. وجهت اللجنة بالتقيد بالاشتراطات للعائدين وتكثيف الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية المختلفة بما في ذلك تزويد المنافذ بأجهزة الفحص ووسائل الوقاية وجميع المستلزمات الضرورية الأخرى. موقع الخبر بوست تطرق لإعلان نقابة الصحفيين اليمنيين رصد 66 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي بيان لها قالت النقابة إن الانتهاكات طالت صحفيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحفيين، لافتة إلى أنهم وقعوا ضحايا الانتهاكات بينها القتل والمحاكمات والاعتداء والخطف والملاحقات الأمنية. وبحسب النقابة فقد ارتكبت الحكومة الشرعية 25 حالة انتهاك وجماعة الحوثي 20 حالة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا 10 حالات انتهاك وجهات مجهولة 8 حالات. سلط موقع الصحوانت الضوء على خروج التيار الكهربائي عن الخدمة بشكل كلي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. ووفقا لمصدر للموقع إن هذا الخروج يعد الخروج الثالث للخدمة بعد أن شهدت الخدمة خروجا جزئيا في الأيام الماضية. ويأتي هذا بسبب زيادة الأحمال والعجز في توليد الطاقة بالمحطات الحكومية، الأمر الذي يتسبب بخروج المنظومة عن الخدمة بشكل كامل. ويشير إلى أن الإدارة العامة وفرق الطوارئ تعمل حاليا على تشغيل المنظومة وإعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القليلة القادمة. نشر موقع يمن مونيتور تقريرا عن إثارة فيروس كورونا الهلع في قسم الغسيل الكلوي في مدينة تعز، إذ تشير فاطمة في حديث للموقع إلى أنها أصيبت بأعراض الوباء لكنها نجحت بعد خضوعها للعلاج وتقوية مناعتها. يقول يوسف الزكري نائب رئيس المركز الكلوي الصناعي بهيئة الثورة العام بمحافظة تعز للموقع إنه في الشهر الأول لتفشي الوباء في المحافظة أصيب نحو 14 حالة بينهم 3 من الأطباء والممرضين وسجلت 7 حالات وفاة من المرضى. ويضيف أن صالة غسيل الكلى في المشفى تحتوي 22 جهازا لغسل الكلى وفي كل ساعتين إلى 3 ساعات يتم غسيل الكلى ل 22 مريضا، لذلك فإن احتمال إصابتهم بالفيروس عالية جدا نتيجة الاختلاط الكبير الذي يشهده القسم.
ووفقا لعلا منصور وهي ممرضة في قسم الكلى الصناعي، حيث تقول إن هناك تضخما في عدد المصابين بفيروس كورونا ومرضى الفشل الكلوي الأكثر عرضة، لأنهم يحتكون بشكل مباشر ببعضهم. قال موقع المصدر أونلاين إنه تم التوافق خلال المشاورات السياسية الجارية حاليا في الرياض على منح ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي منصبي محافظ عدن ومدير أمنها. ووفقا للموقع فإن المشاورات لا تزال جارية بخصوص منصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن بقاء الدكتور معين عبد الملك في المنصب مرجح إلى حد كبير، ويشير إلى أنه من المتوقع أن تعلن القرارات في وقت قريب بعد أن يحسم الانتقالي أسماء المرشحين، منوها إلى أن ثمة خلافات داخل الانتقالي على الأسماء، حيث كل جناح لديه تفضيله الخاص. نشرت صحيفة القدس العربي تقريراً عن محاولة دولة الإمارات العربية المتحدة فتح جبهة جديدة مع القوى الوطنية اليمنية المناهضة لسياساتها للإجهاز على ما تبقى من قوى حية ومتماسكة في مدينة تعز. ووفقاً لمصادر سياسية للصحيفة فإن دولة الإمارات تفاجئ الجميع كل يوم بموال جديد وبطريقة جديدة من الاستهداف للقوى الوطنية اليمنية بهدف شق صف الوحدة الوطنية. وتضيف أن هدف التدخل الإماراتي في اليمن هو تفتيت الحكومة الشرعية والقوى الوطنية الحية المتماسكة لتسهيل السيطرة على الموانئ والجزر والمناطق الحية في اليمن. وتسعى الإمارات عبر ميليشياتها إلى التوسع والامتداد شمالاً إلى محافظة تعز التي تعد الحديقة الخلفية للجنوب عموماً، والتي تكتنز المخزون البشري لكل أرجاء اليمن. وقال مصدر عسكري للصحيفة في تعز إن طارق صالح اتخذ من مدينة المخا منطلقا للإجهاز على ما تبقى من صمود محافظة تعز ومحاولة تركيعها للسياسات الإماراتية في اليمن. من جانبه نقل موقع عربي 21 تحذيرات لمسؤول عسكري يمني من أجندات تسعى دول إقليمية لتحقيقها في محافظة تعز بعد أيام من توتر يشهده الريف الجنوبي من المحافظة. يقول المصدر للموقع إن هناك أجندة خارجية في محافظة تعز يجري الترتيب لها بشكل أسوأ مما تمر به المحافظة المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها. يضيف أن ما يحدث في مدينة التربة المركز الإداري لمديرية الشميتين من توتر بين القوات الحكومية وميليشيات مدعومة من دولة الإمارات إحدى صور ما يخطط له. ووفقا للموقع فإن هناك تحشيدات ضد القوات الحكومية في مدينة التربة بريف تعز الجنوبي في مسعى لتفجير الوضع عسكريا هناك. وذكر الموقع أن هناك محاولات لتعقيد الأوضاع في الريف الجنوبي من محافظة تعز تمهيدا لتفجيره، مشيرا إلى أن هذه المحاولات يقف وراءها أطراف تعمل لمصلحة حسابات وأجندات معادية للسلطة الشرعية. نهاية صحافة المساء، إلى اللقاء.